لكن ماذا يحدث في الكنائس في المقابل؟ إحدى الكنائس في ولاية تكساس في أمريكا أعلنت أنها ستجري سحباً على سيارة ودراجة نارية لأنها تشتكي من ندرة المصلين القادمين إليها، وهنالك العشرات من الكنائس تعاني من نفس المشكلة. ألا ترون أيها الإخوة الإقبال العجيب في رمضان على موائد الإفطار وأنها تزداد؟ إن هذا الشهر يحتل في نفوس المسلمين مكاناً عجيباً، يتسارع المسلمون إلى بذل الخير والحرص على العبادة والمواساة والتخلق بالأخلاق العجيبة، ويتغيرون وكأنهم خلق آخر. وما يسمى بموائد الرحمن في مصر التي يقيمها الأغنياء وميسرو الحال لإفطار الفقراء وغيرهم، إنها عجب حتى لتضيق بعض شوارع القاهرة بهذا. وقد أوضحت إحصاءات نشرتها جامعة الأزهر مؤخراً أن موائد الرحمن في القاهرة تتكلف قرابة 1 مليار جنيه، فيما ينفق أهالي المحافظات الأخرى خارج القاهرة 1 ملياراً آخر على هذه الموائد التي تفطر الصائمين. وأما عدد من يحل فيها 3 ملايين شخص يومياً، أليست هذه الموائد التي تقام دليلاً على إقبال الناس على الخير وتفطير الصوام وعلى الصيام نفسه؟ وباحات المسجد الأقصى تشهد أيضاً موائد عامرة أخرى، وليست القضية فقط في أماكن 67 بل حتى في منطقة 48، ووزع مرة من المرات 14,000 وجبة. الحج والعمرة من أركان الإسلام العظيمة، كيف ترون الإقبال عليه؟ أليس في ازدياد؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً. لقد ظن البعض أن العام الحج الماضي هذا سيتقلص فيه العدد بسبب أمواج وزلزال تسونامي، لكن العدد بلغ نحو 3 ملايين، وكل من حج شهد بالزحام العجيب في الطرقات والمشاعر وغيرها. كم وزعت فيه من وجبات وأشرطة وكتيبات، وألقيت فيه من دروس ومحاضرات؟ 3 ملايين. وحدثني الشيخ عبد الله بن جبرين أنه حج في شبابه، يعني بضع عشرات، يعني عشرات من السنين، فكان عدد الحجاج 50,000 فقط، والآن 3 مليون. القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه، هل يوجد أمة أخرى في العالم تحفظ كتابها، سواء كانت بوذية، هندوسية، نصرانية، يهودية، أي دين، كما يحفظ المسلمون كتابهم؟ أليست هذه الحلق للتحفيظ التي تنتشر بعشرات الآلاف في بلاد العالم الإسلامي ومئات الآلاف في أنحاء العالم، يقبل عليها من الجنسين من الكبار والصغار من يقبل؟ إنها مدارس صباحية ومدارس نسائية. في منطقتنا هذه المنطقة الشرقية هنا، عدد الطلبة في حلق تحفيظ القرآن 25,000 طالب يدرسون في 1,221 حلقة، والطالبات 21,732 طالبة في 1,074 فصلاً، بمدرسين 1,001 ومدرسات 1,109 مع موجهين وموجهات وحفاظ يتكاثرون بالعشرات، ومراكز صيفية لهذه التحافيظ. وليست القضية خاصة بالجزيرة، بل إن حلقات تحفيظ في العراق على ضيق ذات اليد وعلى الاحتلال الموجود فيها، المنتسبون إليها 1,500,000 طالب وطالبة يدرسهم على ضيق ذات اليد، عد آلاف من المتطوعين دون أي مقابل. وأحد المعلمين لما تولى عن إحدى هذه الدورات معتذراً بأنه يحتاج التفرغ للبحث عن عمل لرزق عياله، قالت له زوجته: بع غرفة النوم واصرف علينا منها، ولا تترك تعليم الطلاب في مدرسة القرآن. يقول الدكتور سهيل في باكستان إن عدد حفاظ القرآن يزيد عن 1,000,000 على أقل تقدير، وهناك عائلات بأكملها ذكورا، نساء، الأب والأم والأولاد، قد تعاهدوا بالله العظيم على حفظ القرآن وبسنده الكامل إلى اللوح المحفوظ. أم السعد المصرية الضريرة تجاوز عمرها 77 عاماً، أشهر امرأة في عالم القراءات، تدرس للكبار والصغار،
تركت التزوج تفرغا لهذه المهمة ولها 60 عاما تقرأ كتاب الله. الجانب العلمي الشرعي اليوم، انتشار العلم، انتشار الحلق، الدروس، الدورات العلمية الشرعية، هذه المتون التي تشرح وهذه الكتب التي توزع وهذه الدروس التي تنقل بالبالتوك وغيرها في مواقع الإنترنت، ويتقاطر عليها الناس ويسمعونها من الأرض شرقا وغربا، وينزل الدرس بعد 10 دقائق من نهايته كاملا في المواقع محفوظا عبر الشبكة. بدأت إحدى الدورات في الرياض في عام 1414، شارك فيها إلى الآن أكثر من 50 جنسية، وحضر فيها نحو من 460,000 شخص، وأقيم فيها 936 حلقة، قرابة 1,000، شرح خلالها 66 متنا، وأنهي 50 كتابا ومادة علمية، وشارك 23 عالما ومتخصصا فيها. المدارس الدينية في الباكستان من عام 1988 إلى عام 2000 زادت 163%، وبلغ عدد الطلاب فيها 1,300,000. الجوانب الإعلامية، أليست إذاعات القرآن الكريم تزداد وصار في كل دولة من الدول تتكاثر؟ دولة بعد دولة إذاعة القرآن الكريم في تلك الدولة، أليس هناك محطات تلفزيونية صارت مخصصة للقرآن الكريم الآن؟ أليس هذا الصوت الندي العذب ينساب إلى أسماع الملايين شرقاً وغرباً؟ إنه حفظ الله لكتابه. ومع ما في كثير من التجارب وعليها من الملاحظات، إلا أن البدء بها يعبر عن خير عظيم في هذه الأمة. أليست حركة إسلام هذه الجاليات التي تقبل على مراكز توعية الجاليات في الأسواق وغيرها، وتتكاثر الأعداد ويقبل هؤلاء على الدخول في الدين؟ ما معنى ازدياد مواقع الإنترنت الإسلامية على الشبكة، وازدياد الداخلين، وازدياد المستمعين، وازدياد الذين يحملون، والمواد المحملة؟ في تجربة موقع الإسلام والسؤال والجواب ب8 لغات، الإنجليزية والفرنسية والأندلسية واليابانية والأردية والإسبانية والصينية، بالإضافة للغات العربية، يفتح يومياً 123,000 صفحة، والطلبات 1.5 مليون من طلب يومياً، و45 مليون طلب شهرياً، و50 جيجا بايت مادة محملة من ملفات الوورد وليست من الرسومات والملفات الصوتية. وعندما ترى أن 10,000 يشتركون في القوائم البريدية، وأنه يخرج يومياً من بعض المواقع أكثر من 100,000 رسالة، ومواقع أخرى 70,000 رسالة بريد إلكتروني يومياً محملة بالمستجدات وما نشر حديثاً من الفتاوى والمقالات والتوجيهات والنصائح الشرعية، إذاعة طريق الإسلام إسلام وي وصل إجمالي الدروس والخطب التي تم تحميلها أو الاستماع إليها إلى 98,151,524 مستمعاً، والمقالات المنشورة إلى 6,833,390، بلغ عدد المستمعين مثلاً لمجموعة شرح صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمين 78,731 مستمعاً، وسلسلة كتاب رياض الصالحين 217,000. إن هذه المنتديات الكثيرة التي تفتح اليوم مع وجود فساد كثير فيها، وبعضها أسست على غير تقوى من الله ورضوان، وبعضها قصد مؤسسيها الشهرة أو غير ذلك من نشر الفساد، اضطرت أن تعمل منتدى إسلامي داخل المنتدى العام لأن هنالك إقبال عليها، كما أن هنالك ركن فتاوى إسلامية وركن إسلاميات، ركن المرأة المسلمة، وركن في قنوات أو في مواقع أصلاً ليست إسلامية. أليست هذه المواد، بعض المواد هذه أصلاً تنشر فيها أشياء إباحية، ويوجد هناك من يقول اتقوا الله وخافوا الله ويذكرهم بالله واليوم الآخر، وأناس يتوبون ويكتب إذا واحد نشر كلام سيء تحته عبارة كل نفس ذائقة الموت، أكثروا ذكر هادم اللذات.
ما معنى أن يصل الخير ويتغلغل حتى إلى هذه المواقع السيئة وحتى إلى أماكن الشات وغيرها والتخاطب؟